بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهارده ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة المباراة الأولى في سلسلة مباريات كأس مصر أو نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات، واللي هيقام ما بين الأهلي والزمالك. المباراة ستقام في تمام الساعة 9 على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وعلى ما يبدو كالعادة المباراة تتأخر بعض الدقائق، لأن المباراة اللي قبلينا وادي دجلة والصيد على المركز الثالث والرابع تأخرت قليلا، فأكيد ده اللي هيعمل تأخير للمباراة التي تليها وهي مباراة الأهلي والزمالك. المباراة مهمة طبعا، انتوا عارفين ان النادي الأهلي حامل لقب الدوري، فاز بالدوري من حوالي 10 أيام في يمكن آخر 5-6 أيام من رمضان، لقب ببطل الدوري، وإن شاء الله تكون الثنائية من نصيبنا. مباراة النهاردة وبكرة هما المباريتين الأساسيتين. لو حصل تعادل ما بين الأهلي والزمالك في المباراة الأولى والثانية، بنروح على مباراة فيصل هتكون يوم الخميس بإذن الله، إن شاء الله يحسمها فريقنا والمدير الفني الكابتن حمدي الصافي باللاعبات، يحسموا أو يحسمنا البطولة في مباراة النهاردة أو لقاء النهاردة وبكرة إن شاء الله. بس الحقيقة قبل ما أروح لاستوديو التحليل عشان نتناول المباراة فنيا وتحليليا مع ضيوفي الكرام كابتن كريم جمعة وكابتن إنجي الشامي، عايز أستعرض مع حضراتكم بعد الأرقام، وزي ما بيقولوا دايما الأرقام لا تكذب أبدا. السنة دي النادي الأهلي خاض الكثير من البطولات في ألعاب الصالات إلى يومنا هذا. إحنا هنتكلم عن البطولات اللي النهاردة لسه في بطولات قادمة ككأس السوبر الأفريقي كرة اليد، وأيضا بطولة الكؤوس الأفريقية، ولسه بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات، لسه هناك بطولة السوبر لكرة السلة، لسه البال باسكت بول أفريكان ليج، النهائيات في رواندا لكرة السلة، يعني لسه 5-6 بطولات أغلبهم بطولات قارية. إذا حتى الآن النادي الأهلي خاض الكثير من البطولات، هتكلم عن الرجال والسيدات في ثلاث ألعاب. طبعا الألعاب الأخرى النادي الأهلي حقق فيها أرقام كبيرة جدا، وقد يكون يعني مش عايز أقول يعني اكتساح، ما بحبش أقول كده، ولكن تفوق كبير جدا للنادي الأهلي في الفوز بالبطولات. بالنسبة للألعاب الأخرى من تنس الطاولة للسباحة للجمباز، حدث ولا حرج في الألعاب الأخرى، الووتر بول وكل هذه الألعاب، النادي الأهلي الحقيقة يعني فارق فيها يعني بسنين ضوئية كثيرة في هذه الألعاب. أنا هتكلم عن الثلاث ألعاب الجماعية اللي دايما بيقولوا هم ألعاب الصلاة. النادي الأهلي خاض الكثير من البطولات هذا العام. هنقول عن البطولات اللي كان فيها الأهلي والزمالك طرفان. أنا طبعا مقدر أن الجماهير أو يعني في الكثير من الجماهير وإحنا منهم زعلانين عشان نتائج الكرة الطائرة سواء في بطولة الدوري وبطولة الكأس، وطبعا ده وضع طبيعي. الجمهور النادي الأهلي اللي فعلا متحمس ومتشوق دائما أبدا للبطولات، ودائما غيور على فرقته، ويتمنى دائما فرقته في المركز الأول الثاني لا يعرفه جمهور النادي الأهلي. احنا متفاهمين ده ومقدرين ده، واحنا كمان زعلانين أكيد، بس اللي أنا متأكد منه أن النادي الأهلي زما كان عندنا قبل كده أزمة في كرة السلة بشهادة الجميع، النهارده فريق كرة السلة فريق يشرف أي مكان. زي ما كان عندنا أزمة وبناء للفريق، مش بنقول أزمة، يبقى في مرحلة بناء. كان عندنا في بناء لفريق كرة اليد، وابتدى المشوار من أيام كابتن طارق محروس مرورا بالمدربين الكرام كلهم اللي مروا على الفريق. النادي الأهلي بنى فريقه النهارده، احنا النادي الأهلي يعني بدوري وكأس محلي ورايح على السوبر إن شاء الله يكون نصيبنا، ويكون كمان كأس الكؤوس، يعني بقى في فريق يشرف كمان وفريق جمهور النادي الأهلي سعيد بيه. كرة الطائرة أنا متأكد منه إن النادي الأهلي هيشتغل على كل نقاط الضعف والتطوير والدعم لهذا الفريق عشان يرجع يستعيد البطولات تاني. فاللي عايز أقوله لحضراتكم إن أنا ده اللي متأكد منه، وده يمكن دايما اللي بيخليني أصبر على أي حاجة ممكن تخليني يعني أتضايق أو أحس بالغيرة على النادي. هناك مجلس إدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب لا يتوانى أبدا في دعم الألعاب الأخرى ككرة القدم بالظبط، مفيش فرق. يعني العصر اللي احنا عايشينه ده، أنا عايز أقول لكم ميزانية، احنا نعرف أرقام ولكن لسنا يعني في صدد إن احنا نقول عليها، ولكن ميزانية النشاط الرياضي أو الألعاب الأخرى في النادي الأهلي ميزانية هي الأكبر في التاريخ. فإذا احنا بنتكلم هنا عن مجلس إدارة بيدعم الألعاب الأخرى بشكل كبير، فلازم الناس تبقى متأكدة وموقنة وعندها ثقة إن فريق كرة الطائرة لن يترك كده، وإن شاء الله هيعود تاني لمنصات التتويج. ويوم ما بيرجع النادي الأهلي لمنصات التتويج احنا بنتكلم في سنين طويلة بيكون النادي الأهلي فيها متصدر. طيب هنرجع للبطولات هذا الموسم، وده الأساس عندنا النهاردة في الانترو.
هنتكلم عن بطولات النادي الأهلي في هذا الموسم بس. نطلع بالإنفوجراف وهقول لحضراتكم الأرقام واحدة واحدة وحصلتها إيه السنة دي. هنبتدي بكرة اليد الرجال. كرة اليد الرجال بطل الدوري وبطل الكأس. طيب يعني هقدم لحضراتكم الإنفوجراف، اتفرجوا عليه الأول وبعد كده هرجع وأعلق عليه. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان الانفوجراف اللي بيعرض بطولات السنه دي. هقول مجمل البطولات وبعد كده هفسرها لحضراتكم بطوله بطوله ونتذكرها ونتذكر اللحظات الحلوه اللي عشناها مع ابطال. الاهلي 14 بطوله. النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه سله وطايره ويد رجال وسيدات 14 بطوله. النادي المنافس اللي طبعا اللي هو الديربي اللي دايما بيكون منافس في اغلب الالعاب اللي هو نادي الزمالك 3 بطولات فقط، 14 3. احنا بنقول الكلام ده عشان نادي الاهلي او جمهور نادي الاهلي ليه طبيعه خاصه، يمكن يعني دايما غيور عن النادي، دايما عايز النادي رقم واحد، واحنا كمان كده، ولكن لازم كل فتره نقدم كشف حساب عشان نعرف احنا ماشيين ازاي. طب خلينا استعرض تاني مع حضراتكم الانفوجراف اللي حضراتكم شفتوه. كره اليد الرجال، الاهلي بطل دوري المحترفين، الأهلي بطل كأس مصر، الزمالك بطل السوبر. ده اللي حصل السنة دي. تاني نراجعها مع بعض كده. الأهلي بطل دوري المحترفين وبطل الكأس، والزمالك كان بطل السوبر لو تفتكروا كان في بداية الموسم، واحنا بنجيب الأرقام بكل أمانة. كرة اليد سيدات، الأهلي بطل الدوري، الأهلي بطل الكأس سيدات. خلينا أقول لحضراتكم أقف عند الفرقة دي. فريق السيدات كان عنده أزمة السنة اللي فاتت، كان في جيل بيغير وكان في بناء للفريق. السنة دي بيعود تاني بنفس الفرقة اللي كانت بتنافسه، بيرجع تاني على منصات التتويج. خلينا بس نفتكر اللحظات والبطولات مع بعض. كرة السلة رجال، دوري المرتبط، والأهلي بطل كأس مصر. المرتبط لو تفتكروا حضراتكم برضو كنا احنا فزنا فيه مع نادي الاتحاد، كان المنافس نادي الاتحاد، وفزنا في مجمل الفاينل 3-1. نفس الكلام بالنسبة لكأس مصر، كان الفوز على نادي الزمالك في المباراة النهائية. كرة السلة سيدات 4 بطولات هذا الموسم. الأهلي بطل منطقة القاهرة، الأهلي بطل السوبر، الأهلي بطل المرتبط، الأهلي بطل كأس مصر، ويتبقى السوبر المصري كرة السلة سيدات اللي هننقله لحضراتكم أيضا على شاشة قناة النادي الأهلي. الكرة الطائرة رجال، اللي احنا زعلانين واللي احنا أكيد حاجة مزعلانة جدا إن احنا في سنتين نخسر الدوري والكأس. خليني أقول لكم بطولاتهم. الزمالك بطل الدوري، الزمالك بطل الكأس، الأهلي بطل البطولة العربية واللي كان المفروض هيشارك فيها نادي الزمالك ولكن انسحب، والأهلي بطل السوبر المصري من نادي الزمالك. إذن بطولتين لبطولتين، ويتبقى بطولة أفريقيا إن شاء الله اللي بيشارك فيها النادي الأهلي بعد أسبوعين من دلوقتي تقريبا. فريق كرة الطائرة سيدات، الأهلي بطل الدوري، والأهلي بطل كأس السوبر المصري، والنهاردة احنا إن شاء الله المباراة الأولى في كأس مصر اللي نقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة. إذن اللي استعرضناه مع حضراتكم، الأهلي 14 بطولة، الزمالك 3 بطولات فقط. طيب هروح لفرع الكرة الطائرة رجال فقط عشان برضو يعني نبقى أمنا في عرض الأرقام للسادة المشاهدين. هنتكلم عن الكرة الطائرة فقط، الكرة الطائرة رجال بأرقامها. بطولات الأهلي في الكرة الطائرة على مدار التاريخ 84 بطولة، أما بطولات نادي الزمالك على مدار التاريخ 45 بطولة، تقريبا النصف. طيب هنفصصهم مع حضراتكم أو هنفصلهم مع حضراتكم بطولات. الدوري المصري 33 مرة النادي الأهلي حامل اللقب. نادي الزمالك بالبطولتين السنة دي واللي فاتت هو 28 لقب.
هنخش على كأس مصر. كأس مصر النادي الأهلي 21 لقب، نادي الزمالك 8 ألقاب فقط. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري النادي الأهلي هو الأكثر حصولا عليها في القارة جميعا، مش بس في مصر، لا في القارة هو أكثر الفرق حصولا على بطولة أفريقيا ب 15 لقب، نادي الزمالك بخمس ألقاب. طيب هنروح بعد كده على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، دي أقيمت فترة من الفترات، النادي الأهلي خدها 6 مرات، نادي الزمالك فاز بيها مرة واحدة. البطولة العربية 8 مرات فاز بيها النادي الأهلي مقابل مرتين لنادي الزمالك. كأس السوبر المصري مرة النادي الأهلي السنة دي ومرة نادي الزمالك قبل كده في التاريخ. إذن دي أرقام الكرة الطائرة، فرع الكرة الطائرة اللي احنا أكيد كنا متضايقين وزعلانين على الخسارة، ولكن لازم ما ننساش التاريخ. لازم دايما لما تتكلم عن النادي الأهلي تتكلم بفخر، ولازم تكون عندك دائما فخر بالنادي الأهلي وفخر بنتائجه وتاريخه وفخر بالحاضر وفخر بالمستقبل اللي جاي إن شاء الله. النادي الأهلي هو مؤسسة كبيرة صنعت التاريخ في كل الألعاب، مش بس في كرة القدم. كرة القدم هو نادي القرن، مش محتاجين نتكلم، ولكن هنتكلم في الألعاب الأخرى. لا، النادي الأهلي صنع تاريخ وإن شاء الله هيصنع مستقبل. فإذا إحنا زعلانين، ولكن نزعل ونبقى غيورين عن النادي، ولكن لا ننسى الإنجازات اللي بتحصل، ولا ننسى إن في النهارده 14 لقب دخلوا بطولات النادي الأهلي السنة دي مقابل 3 ألقاب من المنافس. دي كانت الحقيقة الأرقام اللي كنا محتاجين نستعرضها مع حضراتكم قبل الإنترو، عشان النهارده بإذن الله وبكرة تيجي بطولة زيادة معاهم إن شاء الله، يبقى 15 لقب بإذن الرحمن، وكلنا ثقة في كابتن حمدي الصافي واللاعبين. حاجة تانية عايز أقولها قبل ما أطلع للفاصل عشان سابر ضيوفي، دايما النادي الأهلي بيقدر أساطيره. دايما عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح، كل نجوم الكرة الطائرة مقدرين وهيفضلوا دايما علامة مضيئة جوه النادي الأهلي. مهما حصل ومهما اتقال، احمد صلاح وعبد الله عبد السلام كل الدعم ليهم وكل الحب، وعمرنا ما هننسى هو وجيله. امبارح كان معايا كابتن عبد اللطيف عثمان، وكان معايا كابتن محمود رؤوف، هم الجيل ده كله بكل اللي عمل، وحتى اللي موجودين مع الفرقه واللي طلعوا اعارات واللي رجعوا، كل دول مقدرين عندنا وما بننساهمش. عمرنا ما بننسى اولاد النادي، ولو في كبوه صدقوني ثقوا تماما، وده بالفعل وبالدليل لمجلس الإدارة الحالي اللي موجود وإدارة النشاط الرياضي النهارده اللي موجودة، الكفء كابتن خالد العوضي، وكان قبليه كمان كابتن رؤوف عبد القادر، بيشتغلوا على ده. احنا مش زي أندية تانية بنسرح فرق، لا، احنا بنقف جنب الفريق لغاية ما يستعيد تاني بطولاته. هو ده النادي الأهلي. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان ينضم إلي نجوم النادي الأهلي كابتن إنجي الشامي، نجمة نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر وصاحبة التاريخ الكبير في كرة الطائرة سيدات، وكابتن كريم جمعة نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين في تغطياتنا المستمرة مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة سيدات، واللي هتقام مفروض كانت الساعة 9، ولكن على ما يبدو على الأقل هتتأخر نصف ساعة، بعد الساعة 9 هتقام الساعة 9:30. ده مبدئيا، واكيد مع حضراتكم لما نروح لمراسلنا في ارض الملعب اكيد هنعرف المباراه ستقام امتى تحديدا. بحب ارحب بضيوفي في البدايه، الكابتن كريم جمعه، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا قناه الاهلي، مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا، منورنا طبعا بعد فتره غياب كابتن انجي الشامي نجمه نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن انجي. اهلا بيك كابتن هيثم، منورانا وحشتينا. انتوا كمان وحشتوني. اكيد ان شاء الله، وباذن الله نكسب ونحتفل النهارده ونكسب ان شاء الله. كابتن كريم، المباراه النهارده شايفها ازاي؟ شايف اهميتها؟ شايف المعنويات للفرقه؟ يعني كلمني بشكل عام زي ما تعودنا عن المباريات في بدايتها. اكيد طبعا، مباراه نهائي كاس مصر للسيدات النهارده ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، طبعا مباراه ليها اهميه كبيره جدا بسبب الاحداث اللي بتدور حوالين المباراه واللغط الكبير اللي حاصل ما بين بطولات الرجال وبطولات السيدات. طبعا احنا منتشين بفوز السيدات بلقب الدوري الاسبوع اللي فات على نادي الزمالك، وكان رد اعتبار كبير جدا لفتيات الذهب، ان الكلمه تقال فعلا فتيات الذهب فعلا، مش ماتش بنكسبه ونقول لفتيات الذهب، لا، فتيات الذهب فعلا قولا وفعلا. التاريخ طبعا بيقول. تاريخ النادي الاهلي طبعا معروف، يعني احنا بقالنا 39 سنه بناخد دوري السيدات، فازاي بيتقال في الجانب الثاني فتيات الذهب يعني. فطبعا مباراه النهارده رد اعتبار كبير جدا
الفتيات الذهب ان هم يقدروا يجمعوا ما بين الدوري والكاس، وده مش غريب عنهم طبعا. احنا متعودين دايما منهم ان هم بياخدوا الدوري والكاس، مش جديد على فتيات الذهب في النادي الاهلي. وطبعا كابتن حمدي عينه طبعا ان هو يكون بيجهز الفرقه كلها للثلاث مباريات البلاي اوف النهارده، في مباراه وبكره ان شاء الله نقدر نحسم المباراتين من غير ما نروح لمباراه فاصله مع نادي الزمالك. اكيد طبعا اللعيبه اتاثرت جدا بالعوامل البدنيه في المباراه الاسبوع اللي فات، الثلاث مباريات كانوا يعني، فان شاء الله باذن الله النهارده ان شاء الله المكسب يكون من نصيبنا. كابتن كريم، اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل تغطياتنا المستمره الاهلي والزمالك لكره الطائره سيدات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن انجي، يمكن المباراه اكيد النهارده مهمه، ليها حسابات كتير مش بس جوه البساط، اكيد في يعني استعدادات، في شحن من قبل المباراه. شايفه مباراه النهارده ازاي؟ طبعا المباراه بعد الدوري موضوع اصعب كتير قوي من الدوري، يعني الدوري احنا خدناه وخلاص وخلصنا. يمكن الفرقه الثانيه مركزة أكتر، استعداداتها أكيد أكتر، حفظونا أكتر، اللعب غير، هيبقى اللعب مكشوف أكتر. وإحنا كمان عندنا مشاكل، مشاكلنا صبتنا، يعني إحنا عندنا اتنين من المهمين جدا في الفريق. طبعا آية كان عندها خلع في الكتف، عارف، وكارينا كمان المحترفة بتاعتنا عندها وقعت امبارح على رجليها وحصل لها مشكلة. الناس دي بتتحمل على نفسها قوي 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 عشان تعمل حاجه كبيره للنادي، ويفضلوا زي ما هم مستمرين على لقب فتيات الذهب. هو احنا انا لما بقول فتيات الذهب مش من كلام او مش من فراغ، فعلا الناس دي بتيجي على نفسها جدا جدا في كل حاجه علشان يحققوا حاجه كبيره للنادي. فطبعا المباراه ليها حسابات تانية خالص وليها تكتيك تاني خالص، واكيد كابتن حمدي عامل حساباته على حاجات تانية خالص. واحنا مش لازم نلعب لعب صريح خالص، لازم نلعب لعب يعني في سريع شويه، في هجوم شويه مختلف عن اللي قبل كده. لعبنا الصريح مكشوف قوي للزمالك، فده المفروض اللي احنا هنبدا كده. واعتقد ان ده كابتن حمدي يعني عامل لهم سكاوتنج على كده، ويعني وابتدى بحاجه زي كده. معلوماتي طبعا يعني يمكن انا جوه الفريق شويه، ما بسيبهمش طبعا بحكم الآية، حالتك عارف طبعا، آية الشامي اختك طبعا. فيعني الضغوطات اللي عليهم جامده قوي، ضغوطات هم نفسهم مش من النادي ومش من الاداره، هم احساس بالمسؤوليه بالظبط. فهم بيحاولوا يعملوا اقصى ما في جهدهم، لدرجه اللي انا اللي وصلت لي المحترفه قعدت تعيط عشان وقعت عشان عايزه تلعب، يعني هي مش اللي هي يعني عايزه تلعب، مش عايزه يعني مش عايزه تقعد بره، لا انا عايزه العب وعايزه ابقى مع الفرقه وعايزه اكسب، وكله بيحاول كده. وده حاجه للواحد شويه مطمن ان الفرقه فعلا ايديها في ايد بعض وبيحاولوا يوصلوا لحاجه اللي هم متعودين عليها. صحيح. طيب مباراه النهارده يمكن زي ما انت قلت الفرقتين حافظين بعض، ويمكن ده كان الحال في الرجال، الفرقتين حافظين بعض. يتبقى التنفيذ، يتبقى الرؤية والأدوات اللي أنت هتبقى تستخدمها في الملعب. ألوم أخطاء. برافو عليك. يعني امبارح ضيوفي قالوا كلمة حلوة جدا، قال لك اللي هيحافظ على الكورة جوه الملعب هو اللي هيكسب. صح. النهاردة ده مهم زي الرجال، زي ماتشات الرجال. ألوم أخطاء، يعني إحنا الفرقتين تقريبا مش هنقول يعني تقريبا إيكوال، وبدليل حتى في الدوري 3-1 3-2 3-1، يعني احنا ايكوال تقريبا، تبادلنا الفوز. فهو القصه كلها الكاس كمان تاخرنا بالمباراه الاولى، وبعد كده كسبنا المباراه الثانيه والثالثه، كانت برضه صعبه. فهو القصه بس كلها اللي احنا نحاول نقلل اخطائنا، ونحاول نعمل يعني نلعب لعب مش صريح. السريع بتاعنا هيشتغل كتير، هنكسب. بلوكاتنا مقفوله كويس، هنكسب يعني ان شاء الله طبعا. بس هو القصه كلها اللي انا ما ينفعش العب لعب صريح. اللعب الصريح المكشوف ده هيبقى مقري وهيبقى بالزبط. معروف. هو كل القصه كلها في دماغ الباصيرات. الباصيرات فايقه هنعرف طبعا، كره اولى باصيرات فايقه الدنيا هتمشي معانا حلوه جدا ان شاء الله، تمشي كويس. وخلينا نبتدي زي ما تعودنا الاستعراض، القوائم والاجهزه الفنيه. هبتدي بضيفي الكريم كابتن كريم جمعه، نستعرض الجهاز الفني لطائره سيدات الاهلي. اتفضل يا كابتن. كابتن حمدي الصافي مدير فني، كابتن ياسر صلاح مدرب عام، كابتن احمد عبد الفتاح مدرب، ايهاب عبد المنعم مدير اداري، دكتور هدير وحيد طبيب، دكتوره منة الله عادل علاج طبيعي،
دكتوره رانيا عبد العزيز مخطط احمال، كابتن شرهان سامح محلل تقني، دكتور وليد عصمت اداري. اشكرك يا كابتن، ده كان الجهاز الفني كلنا اكيد حفظناه للنادي الاهلي. خلينا نروح للجهاز الفني لطائره سيدات نادي الزمالك. كابتن انجي. كابتن احمد فتحي مدير فني، اكرامي هيكل مدرب عام، محمد انور مدرب مساعد، هبه محمد اداري، شادي محلل تقني، شادي فهيم محلل تقني، شادي فهيم محلل تقني، دكتوره سميه ناجح علاج طبيعي، دكتور بلال توت مواد بدني. نعم، ده كان جهاز الفني لطائره سيدات نادي الزمالك. خلينا نروح لقائمه طائره سيدات الاهلي، وكمان اكيد كابتن كريم هيقول لنا مين اللي خارج المباراه من القائمه بالكامل. اتفضل يا كابتن. ايه شامي لعيبه مركز 2، ندى وليد ليبرو، مريم الصغير ليبرو، دعاء جوباشي لعيبه مركز 4، ديانا رايس لعيبه مركز 3، سلمى يوسف لعيبه مركز 3، نهله سامح كابتن الفرقه لعيبه مركز 4، زينه العالمي لعيبه مركز 4، ساره امين لعيبه مركز 4، مي غزال لعيبه مركز 3، مريم ثروت معد، ايه خالد لعيبه مركز 2، دعاء محمد معد، اللاعب المحترفه كارينا لعيبه مركز 4. يمكن اللي خرج من القائمه النهارده شروق فؤاد صانعه الالعاب، وعلياء هاني لعيبه مركز 2، ولؤى محمد اللي هي البنت الصغيره فريق 18 سنه ليبرو فريق الصغير. يعني الثلاثه اللي تم استبعادهم شروق فؤاد وعلياء هاني ولؤى محمد، باستثناء ذلك القائمه بالكامل داخل او هتشارك النهارده في المباراه. خلينا نروح ل انجي الشامي وقائمه طائره سيدات نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن انجي. مريم متولي مركز 4، البرازيليه مليكة خمس ضاربه اربعات، هي مريم بس هم حطينا مركز 3، هي بتلعب 4. 4 تمام. ايسل الليبرو، فريده هشام، مايا ممدوح ضاربه 2، سابين مضربه 2، فريده العسلاني مركز 3، ياسمين نوح مركز 4، نوران احمد، دينا شوقي معده، هنا الحسيني، نور ايهاب الليبرو، دانا المرشدي، داليا المرشدي مركز 3، هنا سند المعد. اشكرك يا كابتن انجي، وهنستعرض مع حضراتكم تاريخ او اللقاءات اللي تقابل فيها الفريقين هذا الموسم. هنبتدي بالجوله الثانيه من المجموعه الاولى، كان طبعا في بدايه او اولى اللقاءات وكانت على صالة النادي الاهلي يتذكر اصاله الشهداء، وانتهت بفوز النادي الاهلي 3-1 بعدما تاخر تقريبا في الشوط الاول وفزنا بثلاث اشواط بعد كده. كان ده اللقاء الاول. اللقاء الثاني كان على صاله عبد الرحمن فوزي ب 100 عقبه، وكان الفوز لنادي الزمالك 3-1. بعد كده الجوله الاخيره في الدور الترتيبي للدوري والاهلي فاز فيها 3-1. هنروح لسلسله مباريات الدوري، كانت اول مباراه انتهت بفوز نادي الزمالك 3-1، ثم ثاني اللقاءات انتهى بفوز النادي الاهلي 3-2، على ان ينهي النادي الاهلي سلسله المباريات بالفوز بنتيجه 3-1 على نادي الزمالك واحراز لقب الدوري. نفس الحال هو الكاس، هتبقى سلسله مباريات من ثلاث مباريات. طب اجي كابتن انجي، يمكن النهارده يعني تتوقعي مين اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حمدي الصافي؟ مين التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه ويبتدي يجري عليه بعد كده التغييرات اثناء المباراه؟ ولكن رايك مين ممكن يبتدي بيه؟ هو احنا لو قلنا طبعا هنبدا اتنينات مركز 2، هنبدا ايه وهنبدا دعاء غباشي مركز 4، وهنبدا بالديانا مركز 3، وهنبدا برضو ب مي غزالي مركز 3، وهنبدا بدعاء بصيره ودعاء غباشي مركز 4. واعتقد بقى هو هيلعب ما بين يعني دعاء غباشي ممكن وساره امين، يعني هو مركز 4 ممكن دعاء غباشي او ساره امين. وندى وليد طبعا ليبرو. ندى وليد ليبرو. الليبرو تمام. كابتن كريم رايك التشكيل متفق مع كابتن انجي كده ممكن يبتدي بيه؟ ولا ممكن يبقى في تغيير من وجهه نظرك بحكم الثلاث مباريات اتلعبوا في الدوري؟ لا انا متفق مع كابتن انجي، يعني كمان دعاء غباشي عملت مباريات كويسه جدا، فكانت يعني كانت نقطه تحول لما نزلت في مباراه الدوري. وساره امين طبعا انا شايف ان همزه يعني رمانه الميزان في ملعب النادي الاهلي دلوقتي بقت مي غزال، يعني بلوكاتها حاسمه جدا في النقط الحاسمه. مي غزال فعلا تفوقت على نفسها بحكم صغر سنها، يمكن دي اول موسم تلعب فيه في الفريق الاول ولقيت نفسها اساسيه
تلعب مباراة قوية جدا مع نادي الزمالك، يمكن مباراة فيها حدية وندية كبيرة جدا. صحيح. فعلا قدرت تثبت نفسها بصغر سنها بس بإمكانياتها العالية جدا، قدرت تتفوق على حوائط الصد وضريبة ثلاثات نادي الزمالك اللي هو أصلا أقوى مركز في نادي الزمالك هو لعيبة مركز ثلاثة. ففعلا ماي غزال قدرت تتفوق على نفسها. طبعا ما نقدرش نبخل أو يعني نقول إن بقية اللعيبات كانوا مش كويسين، لا اللعيبه كلها كانت فعلا قد المسؤوليه، بس يمكن النهارده فعلا البلوك النهارده هيكون ليه عامل مؤثر كبير جدا النهارده في مباراه النهارده ان شاء الله. طب كابتن هنتكلم عن الليبرو طبعا ندى وليد، واللي اثبتت كفاءه كبيره جدا، يمكن السنه دي اول سنه تشارك بالشكل ده واول سنه تبقى متواجده بقوه ومؤثره مع الفريق. شايف ندى النهارده ليها دور كبير يا كابتن؟ اكيد طبعا، يعني ندى وليد من اللعيبه اللي بتتسمى في الملعب ان هي فايتر، يعني مقاتله جدا على كل كوره، ما بتسيبش كوره، بتعمل تراي على كل كوره. يمكن في مباراه الماتش الفاصل مع نادي الزمالك يمكن في الجيم الرابع يعني كورتين ورا بعض مضروبين من مركز اتنين وكوره في مركز ثلاثه، كورتين ميتين لنادي الزمالك قدرت انها تطلعهم، يمكن هي دي اللي جابت البطوله. يعني انا شايف ان ندى بجد، ندى وليد هي جندي المجهول في الفرقه بجد. يمكن دايما الشو دايما بيتسلط على الضاربين هم اللي بيخلصوا الكوره، لكن دور ندى وليد دايما في المواقف الحرجه جدا لا، يعني هي صمام امان ودفاع للفريق. يمكن لما بيكون لعيبه مركز اربعه حتى في الاستقبال مهزوزين، ندى وليد بتقدر تكفر عليهم، بتغطي عليهم في الديفنس، تحركاتها تمركزاتها في الملعب الريدنج بتاعها قوي جدا خلف الحوائط الصد. فيمكن ندى وليد السنه دي مكسب كبير قوي للنادي الاهلي والمنتخب مصر. طب كابتن انشا جيلك، يمكن المؤدين النهارده ليهم دور كبير في تجنب حائط الصد. كابتن كريم تكرم يعني مشكورا ان اقوى مركز في او اقوى المراكز الموجوده في نادي الزمالك هي الثلاثات. ثلاثات يعني بلوكات، يعني ايد عاليه فوق الشبكه. مش بس الضريب هو المسؤول انه يتجنب او يتفادى البلوك، لا المعد هو اللي بيأهل الضريب انه يهرب من البلوكات. شايف النهارده دور المؤدين ايه؟ يمكن يا كابتن انا قلت حضرتك في الاول خالص احنا مش محتاجين نلعب لعب صريح، يعني انا محتاج ان انا العب بدماغ مختلفه شويه. انا محتاجه العب سريع كتير عشان السريع ده هيوقف لي السنتر بلوك الناحيه الثانيه، فابدا افتح ابقى اخلي الضريب عامه بتضرب سنجل بلوك. فسنجل بلوك بالنسبه اللي انا اضرب مع سنجل بلوك احسن ما اضرب مع دبل بلوك، احسن ما اضرب مع تريبل بلوك. فطبعا كل الحاجات دي بتفرق كبصير، يعني بتنجح الضرب اكتر طبعا. وبيبقى فرصه الاحراز النقطه اعلى كتير من اللي انا اطلع الدبل او تريبل. القصه كلها احنا السناتر بتوعنا يعني ما شاء الله كويسين وماشيين كويس جدا، سواء ديانا او مي غزال. طبعا الاثنين ماشيين كويس جدا كضرب سريع وكبلوكات. احنا كل القصه بتاعتنا محتاجين كوره اولى ونبدا نلعب براحتنا واحده واحده وما نستعجلش الفوز. اهم حاجه ما نستعجلش الفوز عشان احنا محتاجين اللي احنا دايما نبقى راسين على كورتنا، محتاجين اللي احنا نبقى ماسكين كوره كويس، ما بنلعبش وخلاص. لا، في حاجات يمكن برضو سبب من اسباب اللي دعاء الغباشي كانت ماشيه كويس قوي يمكن الفتره اللي فاتت، علشان دعاء ما كانش بتلعب كله قوه بس، لا كان بتلعب فيها حاجه سنس شويه، في تاتش بلوكات عاليه بتلعب على التاتش، يعني فيها سنس شويه. هو احنا محتاجين كده اكتر. هم الزمالك بيبقوا متمركزين قوي في مكانهم، حافظين كل اللعيبه بتضرب فين، كل يعني هم حافظيننا كويس، فاحنا محتاجين اللي احنا ما نلعب لعب مش تقليدي، باسلوب لعبنا نغيره عشان نتفادى ان يكون حد حافظنا او تكون فرقه نادي الزمالك حافظنا او عامل علينا سكاوت. واعتقد ده اللي احنا عملناه دكتور كابتن حمدي الصافي المباراه الثالثه بالاخص، مش الثانيه لا الثانيه كنا برضو مقريين شويه. الثالثه فاجئناهم ببعض، وعشان كده كان السكور في الثالثه، في الثالث بيبقى فاتح يعني في اشواط فزنا فيها بشكل كبير. طب خلينا يا كابتن كريم، يتبقى السؤال الازلي في كل الكره الطائره، في كل استوديوهات التحليل الكره الطائره، الارسال هو اول لعبه ليك في النقطه ومهم جدا بتضغط بيه على الدفاعات. امبارح في ماتش الرجال كان النداءات دايما نلعب على لعبه، نخرج لعبه بره الارسال، ونفس الكلام لو قدرت تلعب على هيكل كمان نلعب عليه عشان تخرجه. النهارده محتاجين نلعب على مين الارسال عشان نخرجه بره اللعبه؟ اول خطوط الهجوم دايما بتكون الارسال. نعم. طول ما انت بتلعب ارسال في ريسك جامد، او بتلعب ارسال متوجه انت بتخلخل الدفاعات في الناحيه الثانيه، بيبدا يرفع اوت اوف سيستم، بلوكات بتتمركز صح، الدفاعات بتتمركز صح، الكره بترجع لك سهل. عندك ايس نديم ليبرو نادي الزمالك مميزه جدا في الاستقبال، فدايما عايزين نحاول نبعد الارسال عن ليبرو نادي الزمالك خالص. يمكن اضعف حلقه في نادي الزمالك في الاستقبال هي مريم متولي. مريم متولي تمتاز بالطول وبالضرب القوي جدا، يمكن هي اصلا
طول عمرها بتلعب في مركز ثلاثة، يمكن السنة دي اتغير مركزها بقت بتلعب في مركز أربعة. فلو قدرنا نستغل النهاردة مريم متولي على إن احنا نضغط عليها بالإرسال كويس جدا هنطلعها بره الجيم. بس في بيعملوها دايما لعبة كده واتعملت امبارح، بيبقى الأربعية يروح على الخط قوي عشان ما يجيش اللعب عليه، يعني في التمركز قبل الإرسال أربعة بيروح على اللاين عشان يصعب المهمة على ضارب الإرسال إنه يخاف الكرة تطلع بره، فبيضطر يلعبها في قلب الملعب بيروح واخدها ليبرو. دي حلها ايه؟ المفروض ان في المستويات العاليه في الفولي ان اللي بيلعب ارسال بيبقى عنده تمكن كويس قوي في ان هو بيلعب ارسال في نقطه معينه. فحتى لو هو اللعيب حتى راح ناحيه اللاين بتقدر تلعب عليه الارسال برده، حتى لو ليبرو بيرحل عليه او بيجنب عليه. ده بالعكس انت لما بتعمل كده هو بيكشف الملعب عنده اكتر. صحيح بيبقى عندك فرص ان انت يعني صحيح. بس طبعا ده بيعتمد ان انت يكون عندك توجيه ارسال كويس جدا، عندك دقه في توجيه الارسال. فانت النهارده لو قدرت ان انت تبعد الارسالات خالص عن ليبرو نادي الزمالك وتلعب على مريم متولي وعلى مليكة اللاعبة الأربعة، بس خاصة مريم متولي انت هتضعف جزء كبير جدا من نادي الزمالك برضو. انت لما هتستقبل الكرة الأولى عندهم لعبة ثلاثة كويسين جدا، فهتقدر ان انت تبدأ يلعب معاك جيم هاي باس، جيم مفتوح، جيم عالي. انت لو قدرت انك تلعب مع نادي الزمالك جيم عالي كده انت هتريح نفسك، مش هيقدر يعمل تركيبات هجومية عليك، فهتبدأ ان انت تسهل على نفسك المباراة. طب حتى لو الإرسال إرسالاتنا ضغطنا بيها كان في ريسك ان احنا نخسر نقطه واتنين في الشبكه، يعني بيبقى دي معادله صعبه شويه كباتن، يعني انت تضغط بالارسال فتروح خسران نقط في الشبكه. بس دي هجوم. طيب. ده اول 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 حاجه احنا بنهاجم بيها. تمام، بس لما بتلعب الارسال قوي بيبقى احتمالات انه يجي في الشبكه اكتر. تمام، بس احنا احتمال ان انا اجيب البوينت اسرع. هي معادله بقى، هي معادله وبتعتمد على مين ضرب الارسال. بالظبط. بتعتمد مين اللي راح الارسال، حد هو متمكن فبيضرب ومش قلقان، وزي شفنا صلاح امبارح الحقيقه ضغط بالارسال اكتر من خد ايس على طول، ولا حد بيبقى عايز يعدي الارسال بس. هي دي بقى بتفرق مين اللي ضارب الارسال. مش شرط ان انا اقدر يعني العب الارسال جامد خالص، انا ممكن اوجه ارسال في حته معينه لو لعبت قدام مريم متولي ارسال متولي قصير هطلعها خلاص، مش هتضرب، هتطلع بره خالص. طيب انا حابب اقول لحضراتكم ان نادي الصيد فاز بالمباراه الاولى مع نادي وادي دجله بعد ريمونتادا والتاخر 2-0. استطعنا بنات الصيد ان هم يعني يعودوا للمباراه مره اخرى ويفوزوا بثلاث اشواط متتاليه لتنتهي المباراه 3-2. كده مباراتنا تبتدي بعد 25 دقيقه، يعني زي ما توقعنا اقل حاجه تبقى نصف ساعه تاخير، ولكن يبدو انها هتكون 45 دقيقه تاخير، يعني تبتدي 10 لربع. ونفس المشكله ونفس الازمه، المسابقات حتى الماتش الساعة 7 وماتش الساعة 9 ازاي؟ ما ينفعش. زي ما حصل مع الرجال وبدأنا 9 كان لازم يعمل شيفت او يجيب مباراة السيدات بدري شوية، كانت تعمل الساعة 6 مع التلات والرابع ويبقى فيه 3 ساعات، فمرحلة بينية تبقى صعبة جدا على اللاعب انه يروح المفروض مباراته الساعة 8 تأخرها له 45 دقيقة. ما بيحصلش في أي حتة في العالم كده، لازم بتدي مسافة وبراح ان اي مباراه تخلص 5 اشواط. وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، اتعمل بس في مباراه الرجال امبارح، ولكن رجعنا تاني ورجعت ريما لعادتها القديمه بضغط المباريات ومخلي مسافات بينيه ساعتين فقط ما بين المباريات. يا ريت لجنه المسابقات، يا ريت لجنه المسابقات في اتحاد الكره الطائره تاخذ هذه الامور بجديه، عشان لا قدر الله يعني تبقى دايما يكون في احترام للمواعيد، ودايما يقول لا قدر الله ما يبقاش في لعيب نازل مسخن اوفر يتصاب، يعني تبقى الدنيا الحقيقه مظبوطه ويبقى دايما المواعيد بشكل جيد. كابتن كريم اجي لك برضو في نقطه مهمه، ويمكن دي كانت من احد اسباب ضياع لقب الدوري والكاس في كره الطائره للرجال، وهو الاخطاء. يعني انت في احد الاشواط احنا عملنا 16 خطا او 17 خطا من اصل 25 نقطه انت اللي اخطات، ما بين ارسال في الشبكه، ما بين كره او بره خارج الملعب. ده طبعا كل ده احنا ما حسبناش فيهم ان انت بتخفق في الاستقبال، ولكن ان انت بتعمل اخطاء. فالنهارده زي ما قال الكابتن انجي، اللي هيقلل اخطائه هو اللي هيكسب. نقلل اخطائنا ازاي؟ اكيد طبعا، يمكن انت بتلعب مباراه نهائيه، فالمباراه النهائيه اللي عايز يكسب المباراه النهائيه لازم تكون اخطائه اقل. يعني زي ما حضرتك قلت، يعني نادي الزمالك اصلا كان في ماتشات الولاد اصلا بدنيا وقع جدا، بس هو النادي الاهلي بدا اخطائه تكتر كتير جدا، فده اللي قدر يخلي نادي الزمالك يكسب. فالنهارده عشان تقدر تكسب المباراه واخطائك تقل، لازم دايما تكون بتلعب كل نقطه اكنها اخر نقطه، يبقى تبقى مركز قوي ان هي كل نقطه هي بطوله. فراح على الارسال انت مش عايز تضيع الارسال، راح البلوك يبقى تمركزات الحائط الصد مظبوطه جدا، الديفنس نفس الكلام، الارسال هو بيتلعب عليك، الاستقبال يبقى مظبوط. لو كل نقطه انت لعبتها على اساس ان هي اخر نقطه في المباراه او نقطه البطوله، هتقدر تقلل من اخطائك. فالفريق اللي هيقدر النهارده ان هو يقلل اخطائه ويكون عنده تركيز وعنده هدوء جوه الملعب
هو اللي النهارده هيقدر يكسب ويسهل على نفسه المباراه جدا. كمان انت حضرتك اتكلمت في موضوع التوقيت، انت كل ما بتتاخر في مباراه الريكفري بتبقى في تاني يوم صعب جدا، بيبقى العامل البدني بيبقى اللود البدني كبير جدا على اللعيبه. فانت النهارده لو قدرت تقلل اخطائك النهارده انت الحمل البدني عليك بكره هيبقى اخف، لو اخطائك بدات تزيد الحمل البدني بكره بيزيد، وكل ما الحمل البدني بيزيد تركيزك بيقل، تشتيتك بيقل، الفوكس عندك في الضرب الكوره في تخليص الكور بيقل. فطبعا النهارده اهم حاجه ان النهارده يكون التركيز ان انت يكون اخطائك قليله جدا. فهمت من كلامك كابتن التفاصيل رقم واحد، ان انت هتبقى مركز في التفاصيل مش بس يعني التركيز في التفاصيل. رقم اتنين ان انت تلعب ان كل نقطه كانها اخر نقطه، وده هيعلي تركيزك جدا. حاجه ثالثه هدوء الاعصاب، ان يبقى في دايما عندك كنترول في الاعصاب، كده هتقل الاخطاء، وكل ما اخطائك قلت كل ما هيبقى فرصك للفوز اقل. وكمان انت اشرت لحاجه مهمه جدا يا كابتن انجي، كابتن كريم اشار ليها، ان انت كل ما بتبقى الامور يعني ماشيه بسلام، كل ما بتقلل المجهود البدني عليك، كل ما بتبقى ايضا ليك عين على مباراه بكره، هتخش انت كمان جاهز وفايق لمباراه بكره. النهارده الناحيه البدنيه مهمه جدا، نادي الزمالك بيعتمد على 6-7 لاعبات، ما عندوش يعني بنش. احنا الحمد لله السكواد بتاعنا 12 13 14 لعيبه، نقدر نلعب اي حد باي مين هيشارك هيقدر يعني يأدي. شايفه دي ميزه يا كابتن؟ شايفه ان السكواد بتاعك لما بيكون كامل وعندك في المركز لاعب واثنين وثلاثه او لعيبه واثنين وثلاثه دي ميزه، ولا شايفه ان احنا في الاخر بنركز على 6-7 لعيبات بس؟ لا طبعا، احنا عندنا بدائل لحاجات كتير. يعني احنا كمان مثلا عندنا زي ما قلنا اللي احنا عندنا اصابات، فاصاباتنا الكتير دي بتخلينا اللي احنا محتاجين اي يعني لعيبات تانية تكون شايله معايا، وده اللي بيحصل كابتن حمدي صافي بيعمله فعلا، لما بيطلع ساعات ايه وينزل ايه خالد، بيطلع دعاء وينزل ساره، يعني بدائل دي كارينه، وينزل حد مثلا زينه العالمي، الناس دي كلها معايا وكلهم ما شاء الله كويسين جدا، مش بنبقى محتاجين اكتر من تركيز منهم، هم بس مجرد اللي هم مركزين، هم داخلين اوريدي ان شاء الله على بطوله. بس هو القصه كلها اللي احنا يعني بس كل ما بنركز، كل ما بنحاول نلعب على اخطاء اللي قدامنا مش اخطائنا احنا، بنشوف السكاوتنج بتاعهم، هم عاملين سكاوتنج كويس جدا، كابتن حمدي عامل سكاوتنج كويس جدا، شريهان مدياهم كل حاجه اب تو ديت، فطبعا الناس دي كلها شايله مع الفرقه كتير. بدايلنا الحمد لله احنا ال 12 زيهم زي بعض، فروقات بسيطه ما بيننا يعني ما بين كل واحده والتانيه، وكل واحده عندها ميزه غير التانيه، فده اللي كابتن حمدي بيستغله، وده اللي بنلعب بيه، وده اللي ان شاء الله هيوصلنا للبطوله في الاخر. التحكيم امبارح يا كابتن انجي للاسف لم يكن موفق بالمره. انا ما بتكلمش ان التحكيم كان هو سبب الخساره، ولكن بتكلم ان التحكيم للاسف فيه كور مهمه جدا كانت على النادي الاهلي امبارح، وفسرناها بالتفصيل نقط مصيريه ومهمه، وللاسف النقط دي يعني يوم ما الحكم حب يعني ما يتراجعش في قراره استق على قرار غلط. فطبعا انا مش عايز اخش يعني في الكلام ده اكتر، ولكن النهارده اكيد هيقابلنا مشاكل تحكيميه وده جزء من اللعبه، ولكن امبارح كانت بزياده شويه. ولكن نصيحتك ايه للاعبات ان هم لو احنا امبارح كان المشكله، انا بتكلم دايما الدوري المصري يعني او عامه مصر من الدوريات الجامده قوي في البطوله يعني في الجوله الافريقيه، فانا ما ينفعش اجيب حد حكم من بره يعني مش ممكن. تقيل يعني انا عايزه حكم تقيل شويه عشان مش حد بيحكم وخلاص، لا انا مش عشان احكم وخلاص، لا انا عندي هنا محكم يعني تحكيم مصري احسن بكتير قوي من بره. فانا اللي اعتقد احنا في دلوقتي احنا الاثنين المصريين، ودايما لسه حتى بتكلم مع كابتن كريم يعني البنات اسهل شويه من ولاد في التحكيم يعني السيطره اسهل شويه. فاحنا انا كل ده يعني كل ده مش احنا المفروض ما يفرقش معانا خالص مين جه مين اتحط تحكيم، ده مش ده الاساس بتاعنا، احنا لعيبه، احنا بنلعب بقدرينا مش بنلعب بتحكيم اللي قدامنا. فاحنا ما نديش فرصه للتحكيم اللي هو يقلل من مستوانا اللي احنا اصلا بنحاول نوصله. نعم يعني العب بمستوايا، ولما اكون فارق او كاسب كتير استوعب غلطه هنا غلطه هناك بالظبط بقدر استوعبها، انما لما بكون ماشي ايكوال هنا بقى بتيجي تاثير الحكام. فالحقيقه يعني انا يعني شايف ان التجربه اللي اتعملت وانا بقيمها يعني وجهه نظري انا بشيل عليكم الحرج تماما، ان وجهه نظري التجربه اللي حصلت في نهائي الكاس لكره الطائره للرجال الحقيقه كانت تجربه فاشله في استقدام حكام للاسف اجانب، يعني كان لازم يكون الموضوع مدروس ويجي من احد الدوريات القويه. انا مش قصدي طبعا كل الاحترام، انا بتكلم على التجربه، لكن كل الاحترام
لطبعا يعني الحكام او طاقم التحكيم اللي جه، ولكن الاخطاء الكثيره اللي حصلت للاسف ما جه. يا اما تلعب المباراه دي على صيد الدكتور حسن مصطفى عشان يكون التشالنج موجود يقدر يساعد الحكم، انما حكام وما فيش تشالنج الدنيا باظت خالص في الماتشين، ثلاث ماتشات كمان بتوع الرجال كان في كميه كبيره من الاخطاء. كابتن كريم اجيلك، مهم جدا اللاعب يقدر يسيطر على الانفعالات، مهم جدا اللاعب ما يتساقش ورا ان التوتر، ان يحصل توتر انا في كوره مهمه، لا لازم يكون عندي ثبات انفعالي ولازم يكون عندي ثقه في فرقتي وثقه في نفسي ان انا اقدر اخلص النقطه دي، ويمكن دي حاجه مهمه في الذات في كره الطائره. شايف ده النهارده ازاي، وشايف مين من اللاعبات في النادي الاهلي اللي يقدروا يقوموا بالدور ده في الوقت الصعب؟ الخبرات بقى بتيجي دورها في 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 الوقت ده، الخبرات بتتلعبها طبعا، يعني الخبره تتمثل طبعا في نهال سامح كابتن او كابتن وكابتن الفرقه، طبعا هي اللي بتلم الفرقه، وايه الشامي اللعيبه الكبيره اللي جوه الفرقه ده ليهم دور كبير قوي اصلا قبل الماتش، ان هم بيتكلموا مع اللعيبه الصغيرين ان في لعيبه كتير اول مره اتحط تحت الضغط ده. يعني مباراه الاهلي والزمالك في السيدات السنه دي لا فيها نديه وفيها قوه جدا، فدور الخبرات في الفرقه ان هم يهدوا اللعيبه وان هم ازاي يلعبوا بهدوء ده مهم جدا جدا جدا، ان انت طول ما انت هادي طول ما قراراتك سليمه، طول ما انت بتطلع بتتشتت او تركز بقى مع التحكيم، تركز مع الخصم الناحيه الثانيه، ده تركيزك بيقل، وساعات كتير جدا الناحيه الثانيه بيبقى عايز يستفزك عشان يطلعك عن شعورك، يطلعك عن تركيزك. احنا مش عايزين ننساق ورا الاستفزازات اللي ممكن تحصل بره الملعب من ناحيه التحكيم، عايزين نلعب المباراه بهدوء جدا. ان شاء الله باذن الله اللعيبه الخبرات يكون لها دور كبير جدا بره الملعب قبل جوه الملعب، هنسهل على نفسنا المباراه ان شاء الله، مش هيبقى فيها اي شده من اللعيبه، ونقدر باذن الله نخلص المباراه النهارده بمجهود بدني اقل عشان نحط اللود عليهم بكره في مباراه بكره، يبقى اللود على نادي الزمالك بكره في مباراه بكره، فنقدر نخلص المباراتين من غير ما نروح المباراه فاصلا ان شاء الله. طيب خلينا تاني مع الساده المشاهدين سريعا، بيبقى يعني اللي ما حضرناش من اول الاستوديو التحليلي، استعرض مع حضراتكم قائمه السيدات النادي الاهلي النهارده اللي هيخوضنا اللقاء. اللي ما تابعناش منذ البدايه لازم برضو نذكر حضراتكم بتشكيل او قائمه الفريقين سريعا. هنقول هنبتدي بقائمه طائره سيدات النادي الاهلي، طبعا ايا الشامي رقم واحد ضرب المركز اثنين، ندى وليد ليبرو الفريق، مريم الصغير ليبرو، دعاء الغباشي مركز اربعه، ديانا رايس مركز ثلاثه، سلمى يوسف مركز ثلاثه، نهله سامح كابتن الفريق مركز اربعه، شروق فؤاد النهارده مؤديه الفريق خارج التشكيل، زينة العالمي ضربت مركز أربعة، سارة أمين ضربت مركز أربعة، مي غزال ضربت مركز ثلاثة، مريم ثروت معد الفريق، آية خالد الحقيقة اللي لها دور كبير جدا في الإرسالات واللي بتنزل في إرسالات في وقت مهم، واللي كان لها دور كبير في آخر مباراة بأربع إرسالات متتالية كتبوا لنادي الأهلي التقدم في الشوط الحاسم. آية خالد ضرب المركز اثنين، طبعا علياء هاني خارج التشكيل، دعاء محمد معدة الفريق واللي عليها دور كبير النهارده انها تفضي الضريبه، ولؤى محمد لاعبة الفريق الناشئه او الشابه المساعده للفريق خارج التشكيل، والبرتوريكيه كارينا اكاسيو هتكون دي المحترفه الثانيه ان شاء الله في ضارب المركز اربعه. هنروح تاني ليه في قائمه نادي الزمالك سريعا عشان استعرضها مع حضراتكم، واي ابديت هنبقى اكيد يعني نورهان طمان مرسلتنا من ارض الملعب اكيد هتحطنا على اخر المستجدات، ولكن دي المعلومات اللي عندنا حتى اللحظه. قائمه طائره سيدات نادي الزمالك، مريم متولي ضارب مركز ثلاثه، ملكا ضاربه مركز اربعه البرازيليه، ايسل نديم ليبرو الفريق، فريده هشام، مايا ممدوح، سابين حسن عابد، فريده العسقلاني، ياسمين نوح، نوران احمد، دانا شوقي، هنا الحسن محمد، نور ايهاب عزمي، داليا المرشدي، هنا سند. وعشان نحط نفسنا كمان في الاستعدادات ونحط حضراتكم كمان في اخر المستجدات والاستعدادات لمباراه النهارده، خلينا نروح لارض الملعب صاله الشباب والرياضه بمدينه السادس من اكتوبر ومراسلتنا نورهان طمان عشان تقول لنا اخر الاستعدادات والاجواء لما قبل المباراه. اتفضلي يا نورهان. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام، وطبعا برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. احنا هنا زي ما قلت من قاعه وزاره الشباب والرياضه في مدينه 6 اكتوبر لطبعا متابعه احداث مباراه الاهلي والزمالك ونهائي كاس مصر، وزي ما احنا عارفين واكيد حضرتك يعني قلت للمشاهدين يا كابتن هيثم عن نظام البيست اوف 3 اللي طبعا بيتكون من ثلاث مباريات. النهارده المباراه الاولى، احنا طبعا في انتظار بدء المباراه والاحماء بين اللاعبات على قدم وساق،
يمكن في كان يعني حميه كبيره جدا بين اللاعبات، يمكن احنا واحنا حتى بنحضر دلوقتي للظهور كان الكور عماله يعني يمين وشمال وقوه شديده جدا، والبنات مستعدين او يعني بيظهروا استعداداتهم القويه جدا. كابتن حمدي الصافي طبعا اعطى تعليمات للاعبات انه صحيح احنا في نظام البيست اوف 3 وفي ماتش تاني هيكون فاصل، او طبعا ان شاء الله نقدر نحسم في الماتش القادم وما ننتظرش الماتش الثالث، ولكن كابتن حمدي الصافي كان كلامه دايما للاعبات النهارده او دلوقتي حالا كمان في وقت الاحماء انه احنا عايزين نروح للمباراه الثانيه واحنا مرتاحين واحنا كسبانين مش مضغوطين. وطبعا سيدات الطائره طول الوقت مشرفينا وقال ان هم طبعا كلمهم وقال لهم ان انتوا قادرين ان انتوا تحسموا مباراه اليوم. اما عن الغيابات فاحنا يمكن طبعا توجهنا للكابتن حمدي الصافي وسالناه عن الغيابات وقال ان الحمد لله ما فيش اي غيابات، والمباراه طبعا في يعني دقائق وهتنطلق. الاحماءات زي ما انتم شايفين ورانا، يعني يمكن كان في مباراه قبلينا مباراه الصيد ووادي دجله لتحديد المركز الثالث والرابع، ودول طبعا اللي صعد النادي الاهلي ونادي الزمالك على حسابهم لمباراه النهائي. دي كانت ابرز الاجواء هنا من داخل صاله شباب الرياضه بمدينه 6 اكتوبر. الكلمه ليك مره اخرى يا كابتن هيثم ولو في اي استفسار. نورهان بشكرك شكرا جزيلا. يمكن اهم حاجه طمنتينا عليها ان مفيش غيابات. الحقيقه احنا كنا قلقانين يا نورهان بصراحه ان يكون في غيابات، لان انت عارفه بيكون في اخر دقيقه قبل المباراه بيبقى في طبعا اسرار للفرق وبيكون كل مدير فني يعني مخبي في جوابته الكثير، ولكن طمنتينا نشكرك ان مفيش اي غيابات للفريق، خاصه ان التمرينتين ثلاثه اللي فاتوا كان شهدت يعني سقوط او اصابه احد اللاعبات، ولكن الحمد لله الكل يعني بيشارك بكل كفاءه النهارده. بشكرك نورهان ونرجع لك اكيد باذن الله بعد المباراه، باذن الله بعد الفوز زي ما حضراتكم شفتوا وطمنتوا على الفريق، اكيد يتبقى التوفيق باذن الله الى الفريق اليوم. كابتن كريم يمكن مهم جدا النهارده انه كان نطمن على الفريق، وكان مهم جدا لان انجي بامانه يعني برضو يعني قالت لنا انه الفتره اللي فاتت كان في اكيد احمال عاليه للتدريب، فكنا قلقانين برضو يبقى في لعيب مستبعد. احنا دايما بيبقى الفرق مش بس النادي الاهلي بتعلن عن اصاباتها قبل المباراه مباشره. الحمد لله النهارده فرقتنا كامله ان شاء الله تبقى جاهزه، واكيد دي هتنعكس على الحاله الفنيه. اكيد طبعا، يعني انت جاي في نهايه موسم فطبعا ضغط مباريات كثيره جدا والبلاي اوف كمان، فيعني انت عندك المراكز الاساسيه في فرقه آية الشامي يعني تحملت على نفسها في المباراه الثانيه والمباراه الثالثه في الدوري كتفها وهي لعيبه اساسيه في الملعب، فطبعا ان يدل طبعا على روحها الكبيره جدا ان هي مش عايزه تسيب الفرقه في وقت زي ده، وان هي عايزه لحد اخر وقت تكون مع الفرقه. طبعا اللعيبه كلها بالمسكنات، الدكاتره دورها كبير جدا مع اللعيبه للريكفري لتجهيز اللاعبات، فان شاء الله النهارده باذن الله اللعيبه النهارده تكون كلها على قدر المسؤوليه والاصابات ما تاثرش علينا النهارده، وان شاء الله يعني اللعيبه كلها تطلع النهارده سليمه وبكره نكمل المباراه كمان سليمه ان شاء الله. كابتن الاستقبال مهم جدا، يعني النهارده احنا قلنا الارسال والتركيز في الضرب، ان انت ضرب الارسال على اللعيب او اللعيبه اللي انت عايز تخرجها من اللعب، ودي مهمه جدا. ويمكن الاشواط اللي احنا فزنا فيها في الرجال كان يمكن احنا مركزين في ارسالنا، كنا بنخرج احد الضريبه خارج بنحطه في الاستقبال، فبيكون يعني احتماليه انه يضرب بيبقى اقل. نيجي بقى بعد كده للبلوك ونيجي بعد كده للاستقبال. النهارده الاستقبال مين ابرز اللاعبين في كلا الفريقين اللي قاعدين في الاستقبال اكسبت او باستثناء الليبروهات طبعا لان هم دي وظيفتهم الاساسيه، مين عندنا بيجيد الاستقبال والناحيه الثانيه كمان مين بيجيد يعني الاستقبال؟ ساره امين استقبالها مميز، دعاء غباشي، كارينا المحترفه، دول اللاعبات اللي بيلعبوا في مركز اربعه وطبعا معاهم نهله سامح، دول الاربعات استقبالهم طبعا اي اثنين بيلعبوا استقبالهم يكون ممتاز. كان كابتن حمدي النهارده هيكون محتاج ان هو جنب المحترفه اللي بتلعب في اربعه يكون معاه حد بيستقبل كويس، والاستقبال مهم قوي عندك طبعا النهارده. يمكن انت عندك الاستقبال عندنا في الاهلي احسن من الزمالك، الزمالك عنده انت مريم متولي انت كلاعيبه في مركز 3 طول عمرها اتنقلت اتحولت للاعيبه مركز 4، عندك ايس اللي هي المميزه في الاستقبال، ملكه اللعيبه المحترفه البرازيليه بتعتمد على القوه البدنيه والضرب اكتر، لو جيت بصيت لبره في نادي الزمالك مش هتلاقي حد مؤثر او مميز قوي في الاستقبال، فلو فيدل ان الاستقبال في نادي الاهلي اقوى بكتير واحسن بكتير من نادي الزمالك، فنقدر نستغل النقطه دي كويس قوي في صالحنا ان احنا نلعب ارسالات قويه، ارسالات موجهه جدا، مش شرط انك تلعب ارسال جامد، انت ممكن تلعب زي ما كابتن انجي قالت تلعب ارسال قصير على مريم متولي، ارسال تكتيكي. الرسالات التكتيكيه النهارده مهمه جدا ان انت تقدر تضعف التشكيلات الهجوميه لنادي الزمالك،
كل ما تلعب ارسال قوي النهارده هتقدر ان انت تتخلي دانا شوقي مش مرتاحه في توزيع الكور او في رفع الكور، تبدا تلعب هاي باس، تبدا تلعب كور مرتاحه جدا، هتبقى سهله جدا على الدفاعات عندك، وهتقدر تسلل نفسك على نفسك المباراه. كابتن ايجي متفقه مع كابتن كريم في الكلام ده؟ هل الاستقبال عندنا مفروض ان هو اعلى من نادي الزمالك ولا تختلفي معاه؟ الاربعات بتوعنا كلهم ما شاء الله استقبالهم عالي قوي، وكمان كابتن حمدي لما بينزل نهله بيعلي الاستقبال قوي، يعني نهله كمان من الناس اللي بتعلي الاستقبال، ومع الليبرو طبعا بتشيل جامد كتير. عندنا سارة أمين برضو لما الكرة الأولى بتوصل كويس ما شاء الله، برضو الدنيا بتبقى عندنا سهلة والضرب بيبقى عندنا سهل. برضو كارينا لما برضو الدنيا بتبقى استقبالها كويس وبتعرف تتلم مع الناس، فلا الحمد لله الاستقبال بتاعنا بتوع الأربعات كلهم استقبالنا عالي قوي، وإن شاء الله إن شاء الله يفضل كده، بس نركز ويفضل كده الدنيا إن شاء الله هتمشي معنا كويس وهتبقى سهلة. أبرز لاعبات نادي الزمالك في الإرسال مين يا كابتن إنشي؟ هو أبرزهم اللي كانوا عندنا إحنا قلنا مريم متولي، فمريم متولي من الارسالات اللي يعني الثقيله، فريده من الارسالات الثقيله، هقول برضو دانا من الارسالات الثقيله، يعني هم تقريبا معظمهم اللي هو الاسماء اللي احنا عارفينها. بس ملكة لما بتلعب سبايك يعني وارسال سبايك انا رايي اللي هو من اسهل الاستقبالات من لينا يعني، بس هم دول الاساسيات الارسال جامد يعني هناك، وهم عشان حافظيننا قوي فهم بيوجهوا الارسال جامد، فاحنا كل قصتنا اللي احنا استقبالنا بس يظبط، هو لو استقبال ظبط مع بلوكاتنا ان شاء الله الماتش هيمشي سهل. طيب نتكلم عن ابرز ضاربين الارسال في نادي الزمالك. طب نتكلم عن الضريبه، يعني كابتن كريم اتكلم عن ملكة، اتكلم عن مريم متولي، مين تاني؟ سنتر بلوك طبعا فايده الاحسن، يعني مين تاني في نادي الزمالك؟ يمكن فريده ما بتضربش كتير زي داليا المشيدي، بتضرب اكتر من فريده. يمكن برضو يعني هي فريده عشان بتبقى محطوطه على خط مريم في معظم الاحوال، فهي هنقول اللي فريده بيتركزوا اكتر مع مريم عشان ضرب عالي، لكن داليا بتضرب كتير لانها بتبقى قدامها مي غزال فبتضرب اكتر من فريده. نعم، يتبقى التوفيق، يعني بيتهيألي خلاص كل فرقه قاريه الثانيه بشكل كبير يا كابتن، وخلاص يعني ما عندناش كلام كتير نقوله. الفرقتين لعبوا السنه دي بعض، يمكن خمس لقاءات كنا استعرضناهم مع بعض، خلاص بقى كله كتاب مفتوح قدام الثاني، ما بقاش فيه يعني. كابتن انجي نفسها بتقول وحضرتك بتقول مين الضريبه، مين احسن مرسلين، فالموضوع خلاص يتبقى التركيز، يتبقى الكنترول. هسألك سؤال بقى مهم جدا يا كابتن كريم، مين الفريق صاحب اكبر خبرات من وجهه نظرك؟ طبعا النادي الاهلي بحكم الاحتكاك، يعني الاحتكاك للنادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره بيلعب بطولات افريقيه، يمكن نادي الزمالك ما بيشاركش بطولات افريقيه. اللي ميل كافه نادي الزمالك او قوه كافه نادي الزمالك اللعيبه اللي راحت نادي الزمالك من النادي الاهلي، فلو هنقدر نقول لو قارنا ما بين الخبرات ما بين هنا وما بين هنا، لا طبعا خبرات النادي الاهلي، ومش بنقول كده من فراغ، يعني مش بنقول كده عشان احنا منحازين للنادي الاهلي، لا بحكم الخبرات، اللعيبه النادي الاهلي، اللعيبه كلها لعيبه منتخب مصر، شاركوا في بطولات افريقيه، شاركوا في الناشئات، لعبوا في بطولات عالم، كل سنه انت بتشارك في بطوله افريقيا، فده احتكاك، فده بيدي خبرات لعيبه النادي الاهلي اعلى بكتير من لعيبه نادي الزمالك. كابتن انجي تتفق كده ان في خبرات بالوقت، ان برضه يعني نادي الزمالك السنه دي راح له مجموعه من اللاعبات اصحاب خبرات، ما يعني ما ننكرش ده، ولكن النهارده يتبقى الخبرات فين؟ يعني انت شايفه من وجهه نظرك، كنت انت معاشره الفريق وما زلت معاشره، لو حطينا الخبرات على ميزان مين يطب اكتر؟ هو الفرقه الثانيه عباره عن ايه؟ طيب ما عشان كده انا بسالك. هو الفكره كلها اللي انا عايزه اوصله، بس اللي هو الفرقه الثانيه عباره عن النادي الاهلي الف وب يعني زي ما بيقولوا، ولكن ده وضع قائم. انا بتكلم اللي انا عندي 12 لاعيبه مش 6 لاعبين في الملعب بس، انا عندي 12 لاعيبه ب 12 خبره، بكل واحد فيهم عنده حاجات مميزه. الفرقه الثانيه انا بلاعب 6، هم الستة مش عارفه اغير واحده فيهم، لو لا قدر الله حصل حاجه البديل بتاعها مش الايكوال خالص بتاعها. فاحنا بنتكلم اللي انا عندي 12 لاعيبه، ال 12 لاعيبه هم زي بعض. يعني انت بتتفق مع كابتن كريم طبعا، يعني الخبرات احنا خبراتنا اعلى كتير، بقول لحضرتك بدليل اللي احنا عندنا اللي بره زي اللي جوه، فاكيد يبقى كده الخبره عاليه، احتكاكاتنا اكتر وكله بيلعب. طب كابتن انجي شايفه المباراه هتمشي ازاي؟ انا عارف طبعا مستحيل حد يتوقع،
لا انا اقدر اتوقع ولا كابتن كريم ولا كابتن انجي، ولكن بيبقى انت ليك رؤيه برضو، يعني شايف المباراه هتمشي ايكوال زي كل المباريات بتخلص مثلا 3-2 3-1، شايف المباراه ممكن تمشي سهله ولا ده متروك لسير المباراه؟ محدش عارف. هي متروكه لسير المباراه طبعا، بس انا بتكلم اللي احنا يعني في صعوبات عندنا شويه بسبب اللي احنا اتكلمنا فيه، موضوع الاصابات اللي في الاول. الدنيا عشان تمشي سهله لازم الاول نكون شد، يعني نشد من اول، وده هيبقى صعب على الفرقتين، لان الفرقتين حافظين بعض جدا، مركزين جدا، كل واحد فيهم عارف طريقه لعب التاني، كل واحد فيهم واقف للتاني في مكانه، فلا فيعني الموضوع مش هيبقى سهل، فالدنيا مش هتمشي سلسه في الاول. كابتن كريم اتفق مع كابتن انجي في كده، ان انت ما فيش حد يقدر يتوقع، ولكن مهم جدا الستارتنج يبقى قوي، انت بتفق معاه في كده؟ اكيد طبعا، يعني هي صعوبه المباراه ان الفريقين حافظين بعض. صحيح. زوايا الضرب، الارسالات، كل حاجه، الفريقين حافظين بعض، يعني اذا كان لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك حافظين بعض. فالنهارده اللي هيفرق الاخطاء النهارده اقل، يعني الاخطاء النهارده اقل، وان هو هيكون مركز هو اللي هيقدر يحسم المباراه النهارده. فما تقدرش تقول ان المباراه تبقى صعبه المباراه تبقى سهله، على حسب سير المباراه. هو صعوبه المباراه فعلا ان الفريقين حافظين بعض في كل حاجه. طب خلينا نتكلم عن المديرين الفنيين النهارده، اتكلمنا عن اللاعبين واتكلمنا عنهم بشكل يعني مستفيض، خلينا نروح للمديرين الفنيين كابتن حمدي الصافي وكابتن احمد فتحي. النهارده الاثنين مدربين اسمين كبار، يعني طبعا اكيد كابتن حمدي الصافي كلاعب وكمدير فني طبعا ليه اسمه، ونفس الكلام كابتن احمد فتحي مرن فرق كثيره وليه اسمه. شايف النهارده مطلوب من كلا المدربين ايه؟ يعني مطلوب من كابتن حمدي الصافي وجهه نظرك، مطلوب من كابتن احمد فتحي ايه؟ المدربين كل واحد عنده تاسك ايه التاسك بتاعه؟ ايه اللي المفروض هيكون بيهيمن على تفكيره النهارده؟ طبعا يعني اهم حاجه لازم يكون لكل مدرب عنده هدوء، الهدوء هو اللي هيخلي عنده قرارات سليمه. اي مدرب في المباريات دي لما بيبدا يفقد تركيزه وبتشتت او بيبدا يفقد اعصابه قراراته بتبقى غلط. فدايما المدرب اللي هيكون هادي النهارده ويقدر في النقط الحاسمه يقدر يلعب في جيم، يعني انا كابتن حمدي في مباراه الدوري قدر ان هو يعمل روتيشن في مباراه الدوري، يعني لما طلع ايا الشامي ونزل ايا خالد، زوايا الضرب مش محفوظه دي لقطات من ارض الملعب يا كابتن، يعني خلاص بتهيالي لحظات يا كابتن كريم خلاص المباراه. بتهيالي كده يا جماعه احنا بتهيالي ممكن نروح لارض الملعب، صحيح ولا لسه؟ خلاص هما السته نزلوا. طيب اعزائي المشاهدين استاذنكم واستاذن ضيوفي، سنطير لصاله الشباب والرياضه في 6 أكتوبر عشان نقل لحضراتكم احداث المباراه، مباراه جيم 1 او المباراه الاولى في سلسله نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك كرة الطائرة سيدات موسم 22-23 مع معلقنا الكبير الدكتور مروان صالح، فإلى هناك.